ولأن أزمة اللحوم في وضع تصاعدي تعاني منه صلاح الدين والمحافظات الأخرى، فإن محافظة واسط لم تخرج من المعادلة الجديدة مع قدوم شهر رمضان المبارك، إذ شهدت ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والمواد الغذائية في ظل غياب الرقابة على التجار والتلاعب بالأسعار. التفاصيل مع الزميل حسن الرسام. ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمستلزمات السلعية في شهر رمضان المبارك أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للعائلة الفقيرة. يعني السنة 12 شهر نشوف مستقرة الأسعار بشكل كبير، إلا في شهر رمضان وكأنه في شيء معد إعداد جيد يعني من أجل الارتفاع، فهذا يؤثر في شيء كبير على الفقراء والناس المستضعفين. هنا في أحد أسواق مدينة الكوت يقول الأهالي أن تواطئ التجار مع الأحزاب السياسية أسهم في رفع أسعار المنتوجات الغذائية لمستويات عالية. طبعا يقينا هناك أحزاب صعود الأسعار، السبب الأكبر الأحزاب هي المسيطرة على صعود الأسعار، لكن المفروض الدولة بشكل عام والجهات المعنية كالرقابة الاقتصادية والتجارية والمالية والأمن الوطني يتخذوا دورهم في هذا الموضوع. مش السبب مافيات، يعني العراق جايت حكمة مو حكومة، عبارة عن أحزاب ومافيات تتلاعب بأسعار المواد الغذائية، تتلاعب بالدولار. نشوف الدولة ذاعت قرار قبل فترة أنه الدولار أصبح ب 132، ولكن على أرض الواقع ما ينفذ. حاليا نحن الدولار أصحاب محلات تجارية، الورق عندنا بالصرفات ب 158. ويرى آخرون أن على الحكومة اتخاذ إجراء تدعم الطبقات الهشة في المجتمع، ومنها تفعيل الرقابة على التجار والأسواق وزيادة الحصة الغذائية لمساعدة المواطن في تجاوز هذه الأزمة. أنه ارتفاع الأسعار والدولة تدعم البطاقة التموينية اللي من الشهر للشهر ينطب بطل زيت واحد أو نص كيلو نشا، والحد الآن سمعنا به قبل شهر والحد الآن ما شفناه، ونتمنى أنه أكو رقابة أكثر، يعني الدولة تتابع. يعني هسه صار رمضان وهو اشتعل النار، يعني هاي لقمة الفقير، لقمة الفقير هي برمضان الدجاجة اللحمة هاي، احنا ليش هيك يعني؟ والله ظلم بالقرآن، حتى العالم ما عدا هذا، تجي العام تلقى 10,000 دينار لو يحصلها لو لا، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس الرقابة الدولة نريد تشوف الأسعار ليش هيك صارت. ويبقى حل مشكلة ارتفاع الأسعار مرتبط بالسياسات الحكومية التي فشلت بمكافحة الفساد وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الذي يقود البلاد لمزيد من الانهيار. من محافظة واسط، حسن الرسام، قناة صلاح الدين الفضائية.